تستمر الاشتباكات بين قسد وعناصر تنظيم الدولة في الحسكة لليوم الخامس على التوالي، رغم إعلان قسد لأكثر من مرة أنها قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على السجن، وأن عناصر التنظيم يستسلمون ويسلمون أنفسهم. مستسلمو التنظيم نقلوا عدوى الاستعصاء إلى سجن علايا في مدينة القامشلي بعد نقلهم إليه، لترد قسد باستنفار واستخدام تعزيزات عسكرية إلى محيط السجن بحسب شبكة عين الفرات. يستمر أيضا الحظر المفروض في مدينة الحسكة، ويستمر معه تشديد قسد من إجراءاتها الأمنية في مدينة الرقة تخوفا من اختراقات أمنية قد تحدث، فتنشر الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش لتدقق في هويات المدنيين وأوراقهم الثبوتية. أكثر من 27 عنصرا من قسد قتلوا خلال الاشتباكات بحسب القيادة العامة لقسد التي قالت إن قوات سوريا الديمقراطية قد تمكنت من قتل أكثر من 175 عنصرا من التنظيم. لا يكتفي التنظيم بهجوم الحسكة والاشتباك مع قسد، فينشط أيضا في دير الزور ويشن ثاني هجوم له خلال 48 ساعة فقط على نقاط ميليشيات الحرس الثوري ولواء القدس في مدينة الميادين. تنسحب ميليشيات إيران والنظام من الرصافة التي تقع جنوب مدينة الرقة بعد عدة هجمات شنها التنظيم أيضا في المنطقة. يشتبك التنظيم إذن مع ميليشيات إيران والنظام وقسد والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، ويترك الباب مفتوحا أمام سيل من التساؤلات، أقلها كيف ومن أين عاد التنظيم بهذا الزخم، ومن أين له أن يواجه كل هذه القوى مجتمعة؟